بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عودة البعثة المسحورة في لوردس موبايل وأكمل الألغاز للفوز. الفوانيس السحرية عادت من جديد في لعبة لوردس موبايل، ومدة الحدث 16 يوم. والجوائز مع إكمال الصور والبطاقات الناقصة الموجودة في الحدث. في هذه الصور أو في هذه البطاقة تحصل على 2,000,000 من الحجر القمري. وإليكم الشكل الجديد في هذا الحدث، التنين الحالم. إذا أكملت البطاقات هذه سوف تحصل على هذا الشكل، ويستمر معك لمدة 7 أيام تقريبا. هذا هو الشكل، التنين الحالم. هذا الشكل يستمر معك 7 أيام. وإليكم البطاقة الثالثة، إذا كملت اللوحة هذه سوف تحصل على 300 صندوق للحجر النجمي. هذه الأحجار النجمية لجميع الوحوش تقريبا 300 صندوق. وعندكم البطاقة الرابعة، إذا أكملت اللوحة أو إذا أكملت الصور كلها سوف تحصل على 25 صندوق للحجر النجمي الساطع. أحجار نجمية ولفيفة نجوم وصخور مشتعلة وتسريعات سوف تحصل عليها من خلال هذا الصندوق. والبطاقة الخامسة أو اللوحة الخامسة سوف تحصل على التنين الحالم بشكل دائم. هذا هو الشكل الجديد، وهذا الشكل ساعدنا في هجوم المشاة ورفع مستوى صحة المشاة. وأيضا هناك جوائز أخرى في متجر الشارات. عندكم صندوق جوهرة الهجوم، هذه الجواهر، وجوهرة البحث، وصندوق وحشي معروف، الصندوق الوحشي لدى الجميع. يعطيكم هذا الصندوق على قطع نادرة لتطوير معدات الوحوش. وعندكم صندوق وحش البخار، معدات وحش البخار تساعدكم في تطوير وتدريب التي فايف، تساعدكم في تطوير وتدريب التي فايف. ونجمة الأمنيات، هذا الصندوق يعطينا نجوم المجد بكميات كبيرة. وتسريعات في صندوق ساعة السعادة. بالشارات المسحورة سوف تحصل على هذه الجوائز بجمعك للشارات المسحورة. والشيء المهم في هذا الحدث مسار الجحيم، هذا المسار الجديد، شكل خط السير أو شكل خط السير لحدث البعثة المسحورة. يتطلب قلعة مستوى 9 فما أعلى. وهذا المسار الجديد يمكنكم الحصول عليه من خلال دفع 20,000 شارة المسحورة.
وأيضا يمكنكم شراء الشعرات المسحورة من العروض. طب تقريبا تحصلون على 1000 شارة ب$100 تقريبا. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.